كل ده و الخوف و زيك زي المركب خرم صغير فيه يغرقك بعد ما شفت ابنك في بطن امه وراح راح الوريث راح عبد الرحمن يا ترى انت فين يا قلب غنيمي؟ فايتنا لمين يا منصور؟ وحشتنا طلتك ميت الرجوع حترجع يا منصور؟ من بكرة تروح يا كريمة غيبتك طولت والأرض والبيوت اللي هناك محتاجة رعاية من غير ما تقول يا حكم هاخد أحمد وطاها ونرجع البلد بس كنت محتاجة أغلي ورش يعني إيه؟ عاوزني أمشي؟ أخد حلال ربنا الأول ما الحلال كتير البسبوسة حلال الجاتو حلال عايزة ورث يا حكم ورثك إيه يا أختي؟ أنت مش خدت الكام فدان؟ عاوزة إيه تاني يا كريمة؟ عايزة البيت القديم واه 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 يا بنت امك عاوزه البيت الكبير ده خرابه الخرابه دي بقيت على وش الدنيا قدام الطريق الجديد في سوهاج 8 متر بجيب الشيء الفلاني وانت عاوزه تكوشي على البيت وحدك ما انت ما صبرش لما يرجع اخوك وعاوز تكوش بدري بدري واخويا فين انت فين يا ابو هيبه ربنا يرجعه بالسلامه بعد الشر من اخبار السوق اخويا راجع راجع عرفت منين انت كمان من الحلم اياك عرفت من اخوي اخوك مين كلمك ولا ايه يا ريت تروحي له ليه هو انت عارف هو فين يا حكم يا ريت أعرف كنت ارتحت حديك البيت يا كريمة أيتها خدمة تاني تديني عقد البيت الصبح أمشي ماشي ماشي عزيها صباح أنت كمان أنا مش هتنقل من هنا إلا لما أخويا يرجع خليكي قاعدة كده عاملة زي جوزك لا خير ولا شر أخويا راجع راجع يبقى من هنا لحد ما يرجع أخوكي إن كان راجع ما عاوزكيش تجي القاعة دي هنا يا صباح الله 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 إيه النشاط ده يا أبو عطيه كل يوم اجتماع الله أكبر عليك اقعد اقعد يا فالح ما قادرش عاوز أنام بقول لك تاجي تبقى تاجي كل واحد يشوف حاله ما عاوزش رط في الكلام روح يا خلف على شرم وانت يا عطية أنا موافق تتجوز بنت الوزير السابق أيوة كده وابقى شوف ليها أختي ولا حاجة عشان أخوك ماهر لا يا أبو عطية سيبك مني وخليك في خلف عطية رايح فين؟ لسه دورك جاي يا ماهر دوري جاي فين؟ عمي راجع عمك مخه طار اللي شافه قلبي خترف
أنا جاي أسلم قبل ما أسافر الفجر. هون عليكي بردك يا كريمي، هون عليكي كريمي. تسيبيها وهي كده؟ أنا محتاجاكي. ما تخافيش، منصور راجع بإذن الله. منصور راجع حيرجع، لو كان جرالو حاجة كان قلبي حس. حكم عملت معايا الواجب والله يا أما. منصور بيصطاد سمك من البحر. ضحكتيني يا أم حكم. أنا مش أم حكم، أنا أم منصور. أنا ولدك الكبير. لا كبير ولا صغير، أنت جاي ليه؟ هلحلحك من هنا، كفاكي 30 سنة راكدة على الكنبة. عايز تاخد الكنبة اللي جايبها لي منصور؟ هنزلك تحت في أوضة الجنينة، الدكتور بيقول لازم عظمك يسخن في الشمس. أنا مش هطلع من هنا إلا على ظهري. قول يا رب. تفو عليك. يلا يا جماعة نزلوا أمي على أوضة الجنينة، أوضة ربيع. أنا مش هطلع من هنا. منصور الحقني يا منصور، يا منصور. حكم محدش يدخل المتحف ده إلا عمي. أنا وارث يا واد. بس عمي عايش ما ماتش. لما ياجي أنا وأخوي نتعاتبه. أنت مالك؟ أنا حارس البيت ده لحد أما عمي ياجي. غور من وش لطخك. قلتلك يا حكم محدش يقعد في المتحف ده إلا عمي.